سرطان القولون والمستقيم هي من بين الأمراض التي يصادفها الطالب والطبيب المقيم خلال مشوارهم الدراسي وتخصصهم، وهو مرض تعنى به مصالح أمراض الكبد والجهاز الهضمي. مصالح الباثولوجيا ان غاسترو سون تخو فاريي allant de la simple pathologie fonctionnelle simple jusqu'à la pathologie organique néoplasique qui altère vraiment la qualité de vie des patients. C'est une spécialité très intéressante, c'est-à-dire elle est très vaste, c'est-à-dire on a en même temps les pathologies, c'est-à-dire l'étude du foie, on a la gastroentérologie, on a l'oncologie digestive qui est en train de se développer et on a aussi l'endoscopie. L'endoscopie, c'est ce qui permet actuellement, c'est-à-dire d'éviter des chirurgies à des malades. C'est-à-dire dans le temps, il y a 10 ans de cela, on était obligé d'opérer un malade pour un problème quelconque. Et là, grâce à l'endoscopie, ce qu'on appelle l'endoscopie thérapeutique, on arrive à éviter de la chirurgie à des malades. C'est-à-dire c'est une spécialité très vaste, à la fois c'est-à-dire par plusieurs composants qui la composent, et en même temps, c'est une spécialité qui bouge. ينشأ سرطان القولون أو المستقيم نتيجة لحدوث نمو غير طبيعي للخلايا التي لديها القدرة على المهاجمة والانتشار إلى الأعضاء الأخرى في الجسم. Que le cancer du côlon راه منتشر بزاف عند فئة معينة من عند الناس. الفئة هذه اللي عندهم كان عندهم التهاب عنده بلوس دو يعني عندهم مدة نتاع 10 سنين مثلا مالاد دو كرون ولا ار سي اتش. فهمتين هاد ما اللي عندهم بلوس نيفوليسيون دو بلوس دو ديزان داني يقدر يمد لو كونسير دو كولون سورتو كون يعود باغ اكزومبل لو كونسير لا مالادي هادي ني با فريمون سويفي بار ان ميدسان غاسترو انتيرولوج لا دوزيام دي شوز اوسي سي الفئه اللي عندهم في لا فامي لا نوسيون تاع الكونسير الوراثي فهمت يكون باغ اكزومبل عنده واحد يكون له من الدرجه الاولى خوه باباه هادو هما يعني ستاجير لي بارون دو برومي دوغري هادو فون بارتي دان جروب ا ريسك. علامات واعراض سرطان القولون والمستقيم تعتمد على مكان وجود الورم في الامعاء وعلى مدى انتشاره في الجسم، وهناك علامات تحذيرية تظهر عند الإصابة بهذا المرض وتشمل تكرر حالات الإمساك الشديد ووجود دم في البراز. الأعراض الشائعة لسرطان القولون أولاً وجود الدم في البراز، المريض يدير الدم ولا يعاني من فقر الدم، هذا يخلينا نحوسه من بين الأسباب سرطان القولون والمستقيم. ثاني أعراض الشخص المريض يعاني من نفخ من آلام متكررة وخاصة كيكون الآلام في البطن تكون ما تستجيبش للدواء المعتاد اللي يستعملوه. الأعراض الأخرى هي أن المريض يشيان. Le cancer du côlon pose actuellement un vrai problème pour les patients. Il est révélé dans la plupart des cas par une hémorragie digestive, soit elle est extériorisée ou pas. Donc une simple anémie peut révéler un cancer colorectal, des rectoragies, une hémorragie occulte révélée par des tests donc peut révéler un cancer colorectal. Et dans les stades avancés, c'est l'altération de l'état général, la modification de la consistance ou bien le nombre des selles, donc diarrhée, constipation, voire l'occlusion, et le patient sera opéré en urgence. يتم تشخيص سرطان القولون عن طريق الحصول على عينة من القولون من خلال إجراء التنظير السيني أو منظار القولون. التشخيص الوحيد يتم عن طريق التنظير الهضمي للقولون، مثلا كولوسكوبي. وهذا لاكولوسكوبي ما المرضى يهابوها وما يحبوهاش، وانما ما نقدروش نعوضوها بالايكوغرافي ولا بسكانير. لازم هذا شر لابد منه، لازم نديروها اللي هي راح تخلينا نشوفوا كاع المصران واش فيه، تخلينا نشخصوا اذا كان كاين سرطان في مرحله مبكره وين نسبه الشفاء تتجاوز 90% او 95%. ثانيا احسن من ذلك ان هذا التنظير
يسمح لنا باش نلقاو الكولون، لانه في 95% من الحالات سرطان الكولون المستقيم يسبقوا هذه كيما نقولوا تلاله هذا البوليب اللي يجي، ولو كان نحوه راح نتجنبوا السرطان. نو اون سكونتون دو ديبيستي دي سو كون ابل لو ديبيستاج سيبلي، اون سكونتون دو سا سادير شي دي بيرسون qui ont une prédisposition familiale, c'est-à-dire ce qu'on appelle les polyposes, etc. C'est-à-dire on va cibler cette population et dépister le cancer du côlon chez elle. Ou alors chez des malades qui ont une pathologie digestive, une pathologie colique, qui présente un risque accru de cancer du côlon, pareil. C'est-à-dire on cible cette population pour dépister le cancer colorectal. يتم علاج هذا السرطان عن طريق الجمع بين عدة وسائل علاجية، وهي الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي والعلاج الموجه. العلاج نسبة راح نلجأ إلى الجراحة، ونقدر نجر الجراحة بدون علاج كيماوي بدون شيميوثيرابي في المراحل المتقدمة من الكونسير. كيكون الكونسير ما قاش لولاسس هذو لي غونغليون الى اخره، ما نحتاجوش باش نديرو علاج كيماوي، معناتها الجراحه تبري الكونسير. وحتى ولو كان يكون سرطان مشى في هذو لولاسس، نديرو جراحه ونديرو علاج كيماوي، ونسبه الشفاء مرتفعه، ماشي كيما الحاله الاولى وانما مرتفعه. وحتى في المراحل المتقدمه من الكونسير، حتى لو كان يكون مشى في الكبد الى اخره، كاين حلول، وانما هذه الحلول التكلفة تاعها عالية بزاف للمريض، لأن فيها أعراض جانبية، وللدولة لأن العلاج يستقام غالي بزاف. إن المحافظة على الوزن المثالي، اللياقة البدنية والتغذية الصحية تقلل من مخاطر الأمراض السرطانية بشكل عام، ووفقا لذلك فإن التغيير في نظام العيش يمكن أن يخفف من مخاطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 60 إلى 80%.